الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، سبحانه سبحانه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لسلطانه، فلا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو السميع البصير. الحمد لله العظيم الباري، ما ذكر الرحمن في الأقطار، وزين السماء نجم ساري. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا حبيبي يا رسول الله، شرح الله عز وجل به الصدور، وأنار به العقول، وفتح به أعيناً عُميًا وآذاناً صُمًّا وقلوبًا غُلفًا، جلَّ الذي بعث الرسول رحيمًا، وحباه مُلكًا في السماء عميمًا، الله زادكم به تكريمًا، صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. أما بعد، عباد الله، الله أسأل في هذه الساعة المباركة أن يشفينا ويشفي أمراضنا. اللهم اشفنا واشف أمراضنا، اللهم اشفنا واشف أمراضنا، وارحمنا وارحم أمواتنا. اللهم أهلك أعداءنا، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد المسلمين والإسلام بشر فاجعل كيده في نحره. اشرح صدورنا، يسر أمورنا، ارفع عنا البلاء، أنزل علينا الرخاء، لا تشمت بنا الأعداء، اجعل لكل داء دواء. اللهم اجعل لكل داء دواء. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمنافقين، وأعلي بفضلك رايتي الحق والدين، وأحسن ختامنا أجمعين. أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. إن الأمراض تكالبت على الأمة، لأن الأمة تعيش مرحلة ضعف وهون، تكالبت علينا الأمراض من جميع الجهات، فمنهم من يشكي بالفقر، ومنهم من يشكي من الغم، ومنهم من يشكي بالكرب، ومنهم من يشكي بمرض عضال أزلي، ومنا من يشكي بضيق الحال وعدم سعة الرزق، ومنا من يشكي من جاره، ومنا من يشكي لأنه عنده كثير من الأمراض مثل الحسد والغيبة والنميمة والفرية والقظ والخيانة والنفاق والعقوق ونكران الجميل. أمراض تعيشها الأمة، فما هو العلاج؟ فما علاج الفقر؟ وما علاج الغم؟ وما علاج الضيق؟ وما علاج هذه الأمراض؟ هذا ما سندور حوله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أمراض يعيشها الإنسان، أو كثير من الناس، أو معظم الناس يعيشون أمراض ولا يستطيعون أن ينفكوا منها وأن يتخلصوا منها. ولما في هذه الخطبة الإجابة؟ أولاً، من ضمن هذه الأمراض مرض البعد عن الله رب العالمين،
مرض انك بتحاول تقرب من ربنا ما انتش عارف، مرض البعد عن الله. تروح لربنا مجرد خطوة اتنين تنتكس ترجع، بتحاول تمشي في طريق ربنا تلاقي نفسك رجعت مرة واحدة. ايه المرض ده؟ ده من اشد الامراض، انك تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، انك تبعد عن طريق ربنا. كل ما تروح تصلي مش عارف تحافظ على الصلاة، تروح لطريق ربنا من ناحية تانية تتصدق تلاقي النية فيها شائبة مش خالصة لله. كل ما تروح لطريق ربنا تلاقي فيه مشاكل او عقبات او عثرات تعترض الانسان وتحول بينه وبين الله سبحانه وتعالى. علاج مرض البعد عن الله ايه؟ اول شيء تحب ربنا. لو حبيت ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي طريق ربنا بالنسبة لك سهل. طب ما انا بحبه، انت بتحبه باللسان بس لكن ما بتحبهوش بالجوارح والجوانح والأركان. تحب ربنا عمل، تحب ربنا صلاة، تحب ربنا عبادة، تحب ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تحب ربنا في التلج وفي السقع والبرد والصقيع في صلاة الفجر والمؤذن يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، حيث لا كبير إلا الله، ترفع الغطاء عن جسدك وتمشي في البرد وفي السقعة وتدخل بين إيد ربنا وتسجد بين يديه، تحس براحة نفسية وتبدأ تشيل مرض البعد عن الله. ده أول طريق. أول طريق إنك أنت تحب ربنا سبحانه وتعالى. والله لو حبيت ربنا لهانت عليك الدنيا، ولفتح الله عز وجل لك أبواب الخير وأبواب الطاعة وأبواب الرزق وأبواب الأدوية وأبواب العلاج تفتح، كقول سيدنا موسى لله وعجلت إليك ربي لإيه؟ لترضى. أنا مستعجل يا رب أنا عايزك. استشعار ما عند الله. يبقى أول نقطة في علاج البعد عن الله إنك تحب ربنا، إنك تحب الله الكريم الذي أعطاك قبل أن يسألك. أعطاك الأولاد، أعطاك الصحة، أعطاك الستر، أعطاك الرزق، أعطاك نعمة الأمن والأمان، أعطاك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هو ده ربنا لازم تحبه، ربنا اللي ذكرك به في سورة الشعراء الذي قال بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني بالوصل وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تحبه ولا ما تحبوش؟ حبيبنا ربنا سبحانه وتعالى. أول طريق العلاج من مرض البعد عن الله إنك تحب ربنا سبحانه وتعالى الذي رفع السماوات بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد، سترك وغطاك وأعطاك ومنحك سبحانه وتعالى عما يشركون علوا كبيرا. تاني دواء هتاخده لعلاج مرض البعد عن الله إنك تستشعر إن الدنيا دي مرحلة صغيرة وبعد كده هتقابل حبيبك.
هتقابل ربنا وكلنا هنقابله ربنا. فلما تقابل ربنا وانت عملك صالح غير لما تقابل ربنا وانت عملك سيء. تقابل ربنا وانت ميت على طاعة غير نعوذ بالله ما تقابل ربنا وانت بتعصيه. علاج المرض مرض البعد عن الله، اول نقطة انك تستشعر انك هتشوف ربنا في الاخرة مجرد ما تموت. الموضوع مش بعيد، يقول لسه يوم القيامة او القيامة، عامل الموضوع قريب. ده قال الله ونحن اقرب اليه من حبل الايه. حلو، مجرد ما بتموت قابلت ربنا، يبقى اللقاء بعيد ولا قريب؟ اذا مات الانسان قامت قيامته. المرض ده تشيله، مرض البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، تستشعر انك انت هتموت. ولو مت الموت بتاعنا امتى محدش عارف، الساعة بتاعتنا امتى محدش عارف، محدش ضامن ان هو يطلع من المسجد ده هو ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض ايه تموت. تموت، فالموت حق. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هتروح فين؟ فأين تذهبون؟ استشعار إنك هتقابل ربنا ده يزيل مرض البعد عن الله، وتستشعر إن السعادة والسكينة والراحة الأزلية في قربك من الله سبحانه وتعالى، ليس في مال ولا في ولد ولا في طعام ولا في شراب ولا في غذاء ولا في أكل حرام ولا في ربا ولا خصام الجار ولا سب الدين ولا أي شيء. علاجك في القرب من ربنا، علاجك في استشعارك إنك هتقابل الله وجه كريم، وجه كريم. صلى على رسول الله. تشوف الحديث، حديث هيهون عليك الطريق وهيزيل المرض اللي عندك ده، وهتلاقي نفسك قدام ربنا حنين وربنا هيحن عليك. شوف الحديث، الحديث رواه البخاري، الحديث من عن سيدنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، معنى الحديث يؤتى بالعبد يوم القيامة، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل الدنيا يوم القيامة. أنعم أهل الأرض، أفضل واحد استريح في الدنيا وراحة بال وفلوس وأموال وسلطان وجاه وعزوة ونساء وغذاء وكساء، عش حياته بالطول والعرض، أكتر واحد ارتاح في الدنيا، بس كان كافر أو ظلم نفسه، ما حافظ على النعمة اللي ربنا عطاها له في راحة البال والخير اللي عطاه له. يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة، الحديث يقول لك فيصبغ في جهنم صبغة، نعوذ بالله، يجي الملائكة يحطوه في جهنم، يحطوه ويطلعوه غمسة. في نص حديث ثاني يقول لك يغمس في جهنم غمسة، والحديث بتاع سيدنا أنس يصبغ في جهنم صبغة، يعني يتحط ويطلع بس، مش هيستنى فيها دقيقة، يصبغ بس كده. ثم يخرجه الله من النار فيقول الله له يا عبدي هل رأيت نعيما قط، انت شفت نعيم قبل كده؟ فيقول يا ربي وعزتك وجلالك وعلو شانك ومقامك، أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. يا لطيف يا رب، شوف النار بتعمل إيه، بتمسح الذاكرة، بتشيل الذاكرة من العقل، بتضير المخ، بتأذي المشاعر، تغير نبضات القلب، تغير نبضات القلب، تؤذي الإنسان، تجعله لا يتذكر إلا لحظة العذاب حينما يغمس في جهنم غمسة واحدة. نداء
إلى الذين يسبون دين الله، نداء إلى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الناس ساحت في الديون، ساحت في المشاكل، ساحت في القروض الحرام، وعمالة تبلع وتاكل ويقول لك أنا مضطر. أنت مش مضطر، اضطرارك إيه؟ يقول الرسول صلى الله عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأكل لقمة من الربا، لقمة واحدة، لأكل لقمة من الربا أشد عند الله من 36 زنية، وأدناها أن يزني الرجل بأمه في حجر الكعبة. خطورة، خطورة، فوائد حرام، ظلم نفس، الدين بيزيد عليك ديون، تلاقي نفسك لقيط مش عارف تروح فين. دي كلها شوائب. يبقى استشعار انك انت في النعيم، انعم اهل الدنيا. ويؤتى، اكملت الحديث، ويؤتى بأبأس اهل الدنيا يوم القيامة. اكتر واحد اتظلم، اكتر واحد اتخذ حقوقه، اكتر انسان ضاقت به الارض، لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا فلوس ولا غذاء ولا كساء، يعني في العراء. أبأس أهل الدنيا يؤتى به يوم القيامة، ولكنه أطاع الله، ويصبغ في الجنة صبغة، ينزلوه نزلة صغيرة كده ويطلعوه من الجنة، فيصبغ في الحديث يغمس في جهنم غمسة، يتحط في الجنة ويطلع بس. فيقول الله عز وجل له: يا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ انت تأذيت في الدنيا، اتبهدلت في الدنيا، شفت فقر في الدنيا، شفت هم غم في الدنيا. فيقول: يا ربي وعزتك وجلالك وعلو شانك ومقامك، أنا في النعيم منذ أن خلقتني. ساعات إنسان تلاقي معاه فلوس وأموال، خد حقوق خواته البنات، وأكل الحرام، وكتب اللي هو عايزه، وخد شهود زور معاه، وبيرش عشان الحج يروح له وهو مش بتاعه، والفلوس السرتيفت عنده ومش فلوسه، ده فلوس الغلابة. إذا كانت فلوس مراته وضحك عليها، إذا كانت فلوس خواته البنات، إذا كان ضحك على أخيه، إذا كان أبوه الخايب كتب له حج مش حجه، أقسم لكم بالله لن يرى نعيما في حياته، مش هيشوف نعيم في حياته أبدا. الدليل، الدليل أن السعادة لا يملكها إلا من، صح؟ اللي يملك السعادة ربنا سبحانه وتعالى. السعادة ديت واحد بيشوفها في الفلوس أو في النساء أو في الغذاء، لا. رأيت السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الرضا. يبقى تاني شيء انك انت تستشعر ما عند الله دخولا في الجنة، هذا يزيل مرض البعد عن الله رب العالمين. الجنة يا جماعة، الجنة. قال النبي صلى على النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي ورب الكعبة، حديث النبي، هي ورب الكعبة ريحانة تهتز. الجنة ريحانة، ريحانة تهتز، وقصر مشيد. تعرف يعني ايه قصر مشيد؟ احنا بنقول القصر داخل الجنة مش معمول جرانيت ولا معمول مش عارف بايه، انا ما اعرفش في الموضوع ده، لكن لا، القصر في الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، طوبة من ذهب وطوبة من فضة. البهية ملاطها المسك، طب التراب، وترابها الزعفران. طب الأشجار اللي فيها، النخل اللي فيها ايه منظره ايه؟ كل ما تقول سبحان الله وبحمده، حديث في البخاري، ربنا يزرع لك نخلة في الجنة، سيقانها، السق بتاع النخلة سيقانها من الذهب، وثمارها أطرى من الزبد وأحلى من العسل. ايه يا عم؟ تبيع الآخرة ليه؟ تبيع الآخرة ليه؟
لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد رضوان خازنها. الجار أحمد، جرك النبي، الجار أحمد، طب من اللي بناها؟ والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. الدنيا تستاهل؟ تستاهل انك تظلم جارك، تأذيه وتشكيه؟ تستاهل انك تبهدل اخوك في المحاكم؟ تستاهل انك تظلم زوجتك وتضربها او تضربها؟ تستاهل انك تاكل ميراث مش ميراثك؟ الدنيا ما تستاهلش. لعنها الله في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على شيء على كل شيء مقتدرا. علاج البعد عن الله، تحب ربنا. رقم اثنين، تستشعر ما عند الله، الجنة. تلاقي في رسالة جاية لك وانت في الجنة، المنظر الجميل ده، تلاقي رسالة جاية لك مكتوبة لك باسمك، الخطبة طويلة جدا، هلم ازاي؟ طيب واحد ربك، تجي لك رسالة وانت في الجنة، الجنة ديت فيها يعني غلمان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بتشرب الخمرة ما بتذهبش عقلك، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. مش بيعد الشهر ما تجيبش كيلو تفاح، ولو جبته تلاقيه متهرمن. انفخ زرعة الخرشوف، اجمع بدري، اجمع بدري يا عم، ربنا غفور رحيم. هو غفور رحيم بالعافية؟ يعني انت عايز تخليه غفور رحيم بالعافية في الحتة اللي انت عايزها؟ عايزه غفور رحيم، اجمع بدري. هات، بيبدأ وتلاقي الفلوس ما فيهاش بركة، والله ما تلاقي، ربنا يرزق، ما هي كده، انت بتحسب حسابات وربنا عنده تدابير. جمحت وبعد ما رشيت الرشة تمام التمام والزرع كبر ومتهرمن، واخد مبيدات سرطانية تأذي بها الأمة وتأذي بها الناس عشان حفنة من الأموال والفلوس، يا أخي اتقي الله. ماشي، جمحت بدر وخدت فلوس اكتر من اللي مرشش مبيدات سرطانية، ماشي، مفيش مشكلة، والفلوس راحت لحد جيبك، مش اتخذت لاخر السنة، لا، الرجل يا عم عطاك الفلوس كم واحد. الناس اللي ما عملتش مبيدات سرطانية في الخرشوف او في الفاكهة او في الخضار لسه ما جمعوش، وانت جمحت بدري مستعجل والفلوس وصلتك. الغلبان اللي ما عملش الحرام وصل له 1000 جنيه، وانت يا عم وصل لك 100,000 جنيه. ليفتحن الله عز وجل عليك أبواب المرض وأبواب عدم البركة في الرزق. تلاقي ابنك تعب، بدل ما ابنك يمشيها ببرشامة أو بكشف صغير تلاقي عنده عملية. ما انت بقى افتح على نفسك، ما انت ما هي دي أمراض، افتح على نفسك، تلاقي مراتك في مشكلة معينة، هوب عايز كذا، أو تصرف الفلوس في مكان غير موفق، تلاقي التلاجة باظت، دخل 20,000 جنيه تانيين وتفضحك. ربنا يرزقك بزوجة بقى صلاة النبي عليه. لازم تيجي التلاجة، ومش منهم 14 قدم، أنا عايزها منهم 30 قدم لو فيه 30، ما أنت جايبه حرام. لذلك علي بن أبي طالب الذي يقول لا خير في المال، فلوس ما فيهاش بركة. ليه يا علي رضي الله عنه وارضاه؟ قال لأنها تجمع في حرام، جيبها من الحرام. قالوا يا أمير المؤمنين أرأيت إن جمعت من حلال؟ قال لا خير فيها. ليه يا أمير المؤمنين؟ ليه يا علي رضي الله عنك؟ قال لأنها تنفق في حرام، تصرفها في الحرام.
وربنا يرزقك بعيل بقى بيشرب حشيش تبقى سود سود. ما هو الأولاد عايزهم يتقوا الله. ها قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم صلى على النبي: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، خايف على عيالك، ذرية ضعافا خافوا عليهم نعملوا ايه يا رب، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما تفتحش نفسك على ابواب على مع ربنا في باب يضرك، تستشعر انك عند ربنا وهتروح في الجنة، ربنا هيبقى معاك، سقف الجنة سقف الجنة سقفها مش حديد مسلح، لا سقف الجنة عرش الرحمن. يعني عرش ربنا لو انت عايز تبصله بس كده وتتمتع بيه عايز لك مليون سنة. الجنة يا جماعة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ايه ولا خطر على قلب بشر. يبقى أول مرض مرض البعد عن الله، العلاج حب ربنا، اتق الله، قرب من ربنا. تاني شيء تستشعر ما عند الله من الجنة، وجارك يكون الرحمن، وجارك يكون عمر وعثمان وعلي وحمزة وصحابة النبي صل على النبي. نخش على المرض اللي بعده عشان الموضوع يطول. المرض الثاني فيه مرض مبهدل الناس اسمه مرض الفقر، شظف العيش، يعني ناعي هم الرزق، ناعي هم البنت أنا هنجهزها منين، بنت اللي كبرت وبقت عروسة دي، ابني اللي عمال يكبر وما اشتغلش او ما فيش وظيفة معاه، اولادي انا نعهمهم ممكن نموت، شظف في خوف. لذلك البهائم البهائم الحيوانات الجاموس والابقار مستريحين عننا. في ايه يا عم الكلام ده؟ مستريحين عننا ليه؟ البهائم تجوع كما نجوع، صح؟ البهائم بتجوع اعزكم الله، بتجوع زي احنا بنجوع، البهائم تجوع كما نجوع، لكنهم في راحة مما يقرح الجفون ويقض المضاجع ويقطع الأرحام من مهلكات كالحسد والنميمة والفرية والقض والخيانة. البهائم تمرض كما نمرض وتفقد أولادها كما نفقد، لكنها في راحة من هلع المثكلة وجزع الميتمة وهم اليتامى والمستضعفين والمضطهدين والمظلومين. ما انت مكلف يا عم، انت مش متساب. قال الله بسم الله الرحمن الرحيم: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مرض انك خايف قلقان مضطرب. سيدنا عمر بن عبد العزيز ما تصلى على النبي، سيدنا عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، جده سيدنا عمر بن الخطاب وحتى الله خلف بنات، كانت خلفته بنات، وبعض الأقوال تقول ده كان عنده صبيان، بس أنا هناخد رأي من ضمن آراء العلماء قال لك إن كان عنده 9 بنات. طبعا ميزانية الدنيا تحت يد سيدنا عمر، خايف على بنات، ده بنات المفروض يخاف عليهم، ينصب لهم نصبايا، يكتب لهم حاجة مكاتبة، يأكل أي شيء عشان يسيب لهم فلوس. قالوا يا أمير المؤمنين اكتب شيئا لبناتك، اكتب لهم حاجة. قال ماذا؟ قال اكتب لهم شيئا يحميهم من شظف العيش والدنيا وأبواب الرزق. فقال عمر بن عبد العزيز: والله لن أكتب لهم شيئا، والله لن أكتب لهم شيئا، لقد تركت لهم القرآن الكريم وتركت لهم سورة الواقعة ورسولي وحبيبي يقول: من حفظ سورة، معنى الحديث، من حفظ سورة الواقعة بين جنبيه كفاه الله من الفقر والفاقة. احفظ سورة الواقعة وإن كان الحديث في ضعف، يعني اقرأ سورة الواقعة ربنا يبعد عنك الفقر. طب بلاش الواقعة بس، القرآن كله ده علاج يا جماعة، علاج. سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وأرضاه، هذا العمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل،
كان بيخاف ربنا، ومن كتر الخوف من ربنا كان له بيبكي ياما، يعني كان له خطين سود على وشه، خايف مرعوب، مش نضرب الضربة ديت وبعد كده نتوب. مفيش ضربات عند سيدنا عمر، الضربات بتاعت سيدنا عمر ضد العدو والكافرين بس، لكن الضربات بتاعتنا احنا سيدنا عمر ما يعرفهاش. احنا بنضرب ضربات غريبة كده وبنشطح شطحات غريبة، الفلوس تيجي من اليمين ولا الشمال، ما هو في مشاكل عندنا، في امراض كتير عندنا. سيدنا عمر عالج الموضوع ده ازاي؟ عالج الموضوع انه اتقى الله رب العالمين وكان اميرا للمؤمنين. طالع بره يبص على الرعية كده، يبص على الناس. تعرف سيدنا عمر كان بيعمل ايه؟ انا عايزك تصلي على النبي بالله عليك عشان الناس اللي بتجلك بس. طب 25 دقيقة كملوا نص ساعة. وحيت الله، سيدنا عمر بن ابن الخطاب بيتفقد الرعية كده. طبعا الجنود الجيش الإسلامي في ذلك الوقت، وكان الأمير المؤمنين سيدنا عمر، كانت الجنود بتروح تسافر سفر بعيد تجاهد في سبيل الله وتفتح الأمصار والأقطار والأراضي وتدخل الأراضي ديت للإيه؟ للمسلمين. فكانت البيوت فيها النساء وفيها العيال الصغيرة. سيدنا عمر كان بيعمل إيه؟ كان يروح بالليل أو بالنهار يخبط على الباب بنفسه، يطرق الباب، من؟ يقول أنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، من وراء الباب. ها؟ مش ده ابن عمي، تعال يا حبيبي اقعد اقعد، ده ابن عمي حبيبي، تفضل تفضل، ينيل ايه؟ تفضل يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ابن عمك، ابن خالك، ابن جدك. قال النبي في هذا الحمو الموت، حديث صحيح، الحمو الموت يعني اقارب الزوج واقارب الزوج. الزوج مش موجود ترجع يا حبيب قلبي معزز مكرم، ده بنت عمي مالكش دعوه ببنت عمك، الله يرضى عليك ويرجع. ده بنت خالي الله يسترك في الدنيا والاخره يرجع. وان قيل لكم ارجعوا فايه؟ فارجعوا هو ازكى لكم، مش تيجي دايس، دوس دوس وحمل وشيل. لذلك بنحسب بتحصل مصايب الايام ديت، اقارب الاقارب في الوضع ده هوت، نقول لك بتين من الشعر، ان الاقارب كالعقارب في اذاها. الشطر الثاني مش موجود لان احنا بنفهمه غلط. ان الاقارب كالعقارب في اذاها، فلا تفخر بعم او بخالي، فكم من عم لا ياتي الهم الا منه، وكم خال من الخيرات خالي. واحد ربك بتعمل شغلات مش مظبوطين، عايزين تنقيح وتظبيط يعني، وشرح طويل. وحيت الله، سيدنا عمر يطرق الباب، الست تقول له من؟ جوزها بيجاهد في سبيل الله، من؟ فيقول لها أنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يا مرحبتين أهلا وسهلين، وتفتح لأ كل من وراء الباب، ماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ قال لها ألك حاجة من السوق؟ في حاجة نقصاك في البيت؟ عايز بر أو قمح أو شعير أو طعام أو شراب أو غذاء أو لباس أو أدوية؟ إيه اللي نقصك؟ تقول له يا أمير المؤمنين والله إحنا ما عندنا كذا. سيدنا عمر معاه ورقة وقلم، نقصك ايه كذا كذا، يكتب سيدنا عمر، يكتب يكتب يكتب، وبعد ما يكتب ياخد الورقة باسمه صاحب البيت ويروح للبيت الثاني يكتب يكتب، والاكل والطعام والشراب والغذاء والكساء يوصل لهم لحد البيت. هو ده هو ده، لان كم من نظرة القت في قلب صاحبها البلابل والآلام والحسرات. النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، سهم مش سهم بس، النظرة البصة سهم فيه سم يعني يقتل. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته إيمان يجد حلاوته في قلبه. صلى على النبي. سيدنا عمر بن الخطاب يعدي مرة كده بيتفقد أحوال الرعية، لقى ست قاعدة في العراء في التلج في السقعة في الصقيع، في ناس بتموت من السجعة الأيام دي في الخيم، نسأل الله أن يفك ويرفع الغم عن الأمة في سوريا وفي بلاد العرب وبلاد الإسلام والمسلمين، احنا مش حاسين بالقضية دي. لقى ست قاعدة في مكان عراء وحط حلة أو حلة بالمعنى الفلاحي أو إناء باللغة العربية،
ومولعة تحته وحط فيه حجر، عد على الست وهي ما تعرفوش ان هو سيدنا عمر. الحديث يقول لك وكان الخادم بتاعه اسمه أسلم، وفي رواية بيقول لك سيدنا عبد الرحمن بن عوف، مش مشكلة. بيقول لها يا ست انت بتعملي ايه؟ قالت أوقد النار لأولادي. قال هل في هذا الإناء طعام؟ يعني انت بتنضجيه؟ قالت له لا، إنني أوهمهما أو أوهمهم، يعني بنوهمهم إن في أكل هيتجهز تصبرهم يمكن يناموا، بس الطفل طول ما هو جعان عمره ما هو نايم. وكأن الطفل الصغير يقول أماه قد قرض الجوع بطني، ويقول الآخر يا أماه كاد الألم من قلة الطعام أن يقتلني، ويبكون الأطفال الصغار. سيدنا عمر وتقول له إيه؟ إن الله بيني وبينك يا عمر. هي مش عارفة أنه سيدنا عمر. قال لها ليه يا ستي؟ قالت وليت أمرنا وضيعتنا، منك لله منه لله، وما تعرفش أنه سيدنا عمر. سيدنا عمر جره خاف، بكى بكاء شديدا، وانطلق إلى بيت مال المسلمين وقال له يا أسلم ارفع علي شوال الدقيق على ظهري. قال له يا أمير المؤمنين أحمل عنك، أنا اللي شيل عنك. قال له ثكلتك أمك، أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ ارفع. شال سيدنا عمر الطعام على ظهره بنفسه وراح، وخبز وعجن وولع النار وينفخ في النار، الجو برد ينفخ في النار، وكان الدخان يدخل للحية سيدنا عمر، اتبهدل وصنع لهم الطعام وتمام، وحط بنفسه الطعام قدام الست وقدام الأولاد وشبعهم وكلهم. وسيدنا عمر واقف في التلج، الصحابي يقول له يلا بينا الجو رصاص يا أمير المؤمنين. قال والله لن أمشي حتى أراهم يضحكون كما ذهبت إليهم وهم يبكون، فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ فمن يباري أبا حفص وسيرته؟ ومن يحاول للفاروق تشبيها؟ ومن رآه أمام النار منبطحا وهو يأخذ منه وهو يزكيها؟ وقد تخلل في أدناء ذلك لحيته الدخان، وغاب فوه في فيها، يستقبل النار خوف النار من غد، والعين من خشية الله سالت مآقيها، أو كما قال التائب حبيب الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد الأمين، صلى عليه الله جل جلاله ما لاح نور في البروق اللمعي. علاج مرض البعد عن الله قلناه، علاج مرض شظف العيش إنك تتقرب إلى الفقراء والمساكين. عبدي أنفق أنفق عليك. في علاج أخير أنا هنديه ومضى سريع وخلاص هنختم، ومعذرة للإطالة مش مشكلة، لزعل يزعل وحيت الله. علاج الغم والكرب، كلنا مكروبين، وتلاقي واحد ساعات مكروب في حاجة ملهاش ريحة اللازمة، نعي هم بكرة يا عم لا إله إلا الله. قال الله أفيعيني رغيف أسوقه إليك كل حين؟ أنتم في مساجدكم والله في قضاياه حوائب، تستعجلش الرزق. علاج الغم والكرب والدين يا أخي، الديون. الإمام ابن القيم بيقول ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي يسأله حالك إيه؟ قال والله شظف العيش والضيق والديون يا رسول الله. فأوصاه النبي برشتة محمدية، ثلاثة الصبح وثلاثة بالليل. نقول إيه يا رسول الله؟ قال لا تنسى أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والإيه والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الإيه الرجال. الموضوع مفتوح على بساط البحث، وسنكمل إن شاء الله في الجمعة القادمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اشفنا من جميع الأمراض، اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مصاب، وسر كل حزين، ونفس الكرب عن كل مكروب، وسدد الدين عن كل مدين، وانصر إسلامنا وتولى أمرنا عباد الله. تم الكلام، ربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.